جامعة تانية واللي مشرفانا في الاستوديو فهي تاني المجموعة التانية ست نقط، هزيمة واحدة بس من جامعة طنطا. جامعة طنطا طبعا احنا كلنا عارفين ان هي بطل الموسم التاني، ست نقط و450 نقطة اجابات صحيحة. من محافظة الدهلية رحب كلنا بالحصان الاسود جامعة الدلتا. جامعة الدلتا أنشأت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية بالقرار الجمهوري رقم 147 لسنة 2007 كأول جامعة خاصة في محافظة الدقهلية. يأتي إنشاء جامعة الدلتا كثمرة لنجاح مدارس الدلتا للغات التي بدأت الدراسة بها عام 1996 ومعاهد الدلتا الدولية الثلاثة للحاسبات والخدمة الاجتماعية والهندسة. رؤية الجامعة هي الريادة والتميز في التعليم والبحث العلمي. حماس الجامعة الدلتا في ماتش النهاردة 8 طلاب هيبتدي منهم 4. عندنا ماتش النهاردة قدام جامعة بني سويف، طبعا جامعة قوية جدا. أكتر حاجة مخوفانا من الماتش إن احنا ممكن نتوتر قدام الكاميرات والاستوديو، ولكن هنحاول نتغلب على التوتر ده ونوصل المربع الذهبي. احنا النهاردة استعدنا لمباراة دور الثمانية قدام جامعة بني سويف واهتمنا بالمجالات اللي احنا ضعاف فيها، وان شاء الله نقدر نقدم مباراه قويه ونتاهل نص النهائي. اكتر فقره خايفين منها هي عاده الحظ، لانها بتقلب الماتش في لحظه ومعتمد على الحظ، ومبقاش عارفين ان احنا نسال في ايه، وان شاء الله نركز النهارده ونوصل الدور قبل النهائي. قطعنا مشوار كبير من اول ما ابتدينا مشوارنا في بطوله العباقره. جامعه بني سويف جامعه قويه واحنا ان شاء الله جاهزين لها. الموضوع كل شويه بتصعب اكتر، ولكن برضه احنا بنجهز اكتر عشان نحقق هدفنا ان شاء الله ونوصل الكاس. جامعة الدلتا الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. بصراحة يا ايه؟ توقعتي ان انتوا توصلوا لدور الثمانية؟ لا بصراحة متوقع، لان ما شاء الله علينا بذلنا مجهود يعني. بس انا كنت متوقع حرام يضيع. احمد عبد الرازق، احساسك ايه بعد ما وصلت لدور الثمانية؟ احنا مبسوطين جدا ان احنا اصلا يعني دور الثمانية. انا اصلا كنت متوقع ان احنا هنصعد دور الثمانية ان شاء الله. كنت متوقع اصلا في قبل الورقة اتعمل ان احنا نقع مع طنطا وسوهاج، بس جت القاهرة. قلت لهم ان احنا قبل ما القرعه اصلا تبتدي قلت لهم ان لا اسود، بس جد بني سويف. جد بني سويف. لو كسبتوا النهارده يا امين هتلعبوا مين؟ اللي فايز من القاهره والسويس هنحقق لك املك. لو كسبت ولا ايه رايك يا اسري؟ هتعمل ايه قصاد بني سويف؟ 9 نقط اول المجموعه. متوقع ان هيكون ماتش قوي ان شاء الله. انا متاكد ان ماتش قوي. قدام جامعه قوي. متوقع تكسب جامعة بني سويف؟ الله المستعان، الله المستعان. مش قادر يقول اه. ده معناها ان ليكوا هيبة. بس طبعا كل شيء وارد في العباقرة. انا نفسي اتعلم ما توقعش حاجة خلاص. بس الحقيقة انا مبسوط جدا من ادائكم، ومبسوط جدا ان انتوا قدرتوا توصلوا في المجموعة الصعبة دي لدور الثمانية. كلنا نحيي جامعة الدلتا بالدهلية. العباقرة.